أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. وصل عصر اليوم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزي إلى العاصمة إنجمينا، وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي معالي رئيس الوزراء مانويل نادينغار بجانب أعضاء الحكومة، حيث جاء للمشاركة باختتام أعمال المؤتمر العادي الخامس للحركة الوطنية للإنقاذ، بجانب تقديم دعمه ومساندته وتبادل الخبرات بين حزبيه. وفور وصوله التقى برئيس الحركة الوطنية للإنقاذ، وقد تبادل الرئيسان أوجه التعاون بين الحزبين بجانب قضايا أخرى تهم كلا البلدين. مزيد من التفاصيل نوافيكم بها في نشرتنا اليوم غد. اختتم مدير الموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة أعمال الورشة التدريبية الخاصة بإدخال بعض التقنيات الحديثة في المجالات المختلفة للإدارة الصحية. تقرير رماد جبرين أنجني. المشاركون في الورشة الفنية الخاصة برؤساء الأقسام ومنسقي البرامج بوزارة الصحة العامة استطاعوا خلال فترة عمر هذه الورشة مراجعة العديد من السجلات والمستندات والأدوات التي تتعلق بمؤشرات نظم المعلومات الصحية المختلفة. هذه المعلومات التي تم تعديلها واختراه بعض الأفكار الأخرى التي تساعد في تحسين نوعية الخدمات في المراكز الصحية، بالتأكيد أنها تسمح في تحقيق الهدف المطلوب الذي تتطلب إليه وزارة الصحة العامة من أجل تطوير نظام المعلومات الصحية. وعلى ذلك قدمت العديد من الكلمات التي تشيد بنتائج أعمال هذه الورشة الفنية. المدير العام للموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة أكد أن هذه الفكرة الجديدة لوضع مستند وطني موحد يساعد في جمع المعلومات الصحية يلعب دورا كبيرا في تخفيف العبء للقائمين بالإنتاج وجمع المعلومات. وقال إن وزارة الصحة العامة سوف تقوم بوضع الإجراءات التامة لتفعيل هذه الخطة. وأخيرا ذكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تنظيم هذه الورشة جاءت ردا للإشكاليات التي تعاني منها الوزارة في مجال نظم المعلومات الصحية، مطالبا المشاركين بالاستفادة من النتائج وتطبيقها في المواقع الميدانية. قام مؤخرا وفد من البرنامج الوطني للأمن الغذائي بزيارة تفقدية لبعض التجمعات الزراعية التي يقوم البرنامج بتمويلها بإقليم شاريبة قرمي، وذلك بهدف تقييم أعمالها الزراعية. تقرير محمد حسن آدم. الزيارة التي جمعت فنية البرنامج الوطني للأمن الغذائي PNSA والهيئة الوطنية للتنمية الريفية ONDR جاءت بهدف تقييم أعمال بعض التجمعات الزراعية الممولة من قبل البرنامج بإقليم شاريبة قرمي، ولمعرفة الصعوبات التي تواجههم في تأدية أعمالهم الزراعية. هذا وكما وقف الوفد في مزرعة جدو محمد حجار أحد ضباط القوات المسلحة التشادية، وهي مزرعة مختصة بزراعة الخضروات والبقوليات بكل أنواعها المختلفة، ويتم تنفيذ هذه العملية الزراعية بمعدات بسيطة. أما أعضاء المجمع الزراعي فرحانة وكتبي من جانبهم طالبوا من الوفد بتوفير المعدات الزراعية لزيادة الإنتاج. من جانبه رئيس الوفد تحدث عن الهدف من هذه الزيارة. جينا شفنا كلنا صعوبات كتار، والصعوبات ده ما نقدر في دقيقة نحله. الصعوبات أولين قاعدين، صعوبات دولة إن شاء الله في أيام الجايين نقدر نساعدهم المزارعين دولة عشان يقدروا يمرقوا القدر عدد كفاية هم كلها يستفدوا ويستفدوا الشعب آخرين كلها. للإشارة فإن مثل هذه الأعمال تسهم في تقليل البطالة وتوفير الغذاء للمواطنين. التقى حاكم إقليم بحر الغزال بالمسؤولين عن المنظمات غير الحكومية العاملة بالإقليم بهدف معرفة عمل هذه المنظمات وأوجه التعاون والخدمات التي تقدمها لسكان الإقليم. تقرير قمر محمد قمر. يعد إقليم بحر الغزال أحد الأقاليم التي تشهد نشاطات مكثفة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجالات مختلفة، ويتركز عمل هذه المنظمات والهيئات في مجالات التربية، صحة الإنسان والحيوان، المياه القروية، الزراعة، وكذا توعية السكان.
حاكم إقليم بحر الغزال بايناكو سينجار وفي لقائه بالمسؤولين عن هذه المنظمات والهيئات لفهم سير العمل والصعوبات التي تعترض مسيرتهم، فقد حيا جهود هذه المؤسسات التي بدت بصماتها واضحة في الإقليم، كما أضاف بأن العديد من التحديات تقف عارضا في تنفيذ أنشطتهم. وفي ذات الإطار فقد أوصى الحاكم بدعم وتذليل العقبات لهذه المؤسسات، وذلك بهدف زيادة الفعالية والتأثير. وناشد الحاكم المسؤولين بالإقليم للتعاون مع هذه المؤسسات والمنظمات لمصلحة السكان والإقليم. نظمت الفيدرالية التشادية لسباق الدراجات بالتعاون مع بلدية إنجمينة سباقا اليوم شارك فيه 11 متسابقا، وقد انطلق السباق من أمام بلدية إنجمينة وفاز في السباق الحاج أبا عثمان بالمرتبة الأولى. مزيد من التفاصيل مع محمد طاهر صالح. السباق الماراثوني لطوافي الدراجات الهوائية الذي انطلق من أمام بلدية إنجمينة والذي شارك فيه 10 دراجا هوائيا امتد نحو 4 كيلومترات من صينية البلدية مرورا بالخارجية ثم صيدلية إغني وصينية كنال سان مارتين حتى إشارة المرور بوزارة الاقتصاد والتخطيط وختاما بساحة البلدية. وكان عدد أشواط السباق بلغت 17 شوطا، وقد جمع السباق السباقين القدامى والجدد، وقد خرج الدراجة عبد الكريم من السباق في الشوط الثالث بعد عطل فني في دراجته واستبعد عن السباق. في الأشواط الأخيرة تراجع بعض الدراجين بسبب طول المسافة والإرهاق، وبقي 4 متسابقين فقط في الصراع في الشوط الأخير من السباق. تقدم الدراج المخضرم يوسف آدم بطل السباقات الماضية، وبقيت عدة أمتار ليفوز بالسباق، إلا أن منافسه الحاج عبد عثمان لم يترك فرصة التتويج للبطل السابق وزاد من سرعته حتى حقق ما أراد، وجاء الأول تاركا يوسف آدم خلفه. وقد حل اتموع عبد الله في المرتبة الثالثة، ثم جاء لمنا في المرتبة الرابعة وسلمت جوائز للفائزين الأربعة. فرحان بالأكثر كمان بالأكثر أخواني وزملائي، الحمد لله كون أشكر. وعبر الأمين العام للبلدية عن هذا السباق: هذه الرياضة هي تظهر مظاهر العاصمة، أن الرياضة هي بتمر بالشوارع العاصمة، الشوارع المسفلتة، بنفس الوقت بتظهر وبتظهر إمكانيات الشباب، وأتمنى من الشباب أنهم يواصلوا في هذه الرياضة بإذن الله. أما رئيس الفيدرالية التشادية لسباق الدراجات قال إن الأعوام المقبلة ستشهد تنظيما مميزا وإدخال تحديث في الدراجات لتنظيم سباقات أفضل. نذكر أن سباق الماراثون للدراجات الهوائية دائما يكون للأقوى والأسرع والأحسن. ومع فرحة هذا الفوز ننهي الموجز الإخباري الأخير لهذا المساء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.